السلام عليكم أهلا الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلام. واليوم رجعنا لكم أكيد بفيديو جديد. اليوم الفيديو هم هو طلبتوا مني، قلتوا لي يا ريت تصورين مسواقك الشهري أو الأسبوعي، شنو تسوقين مع ذكر الأسعار. فأكيد صورتكم هيك فيديو، طبعا بس أكيد اللي وصل لهنا شنو اللي ما حاطين لايك خلينا اللايك، يا ريت مجدد الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد من قناتي. وهذا مسواقنا شهري او اسبوعي، يعني حسب الاحتياج. يعني تقريبا ما اريد اخلص مسواقي اروح اسوق، اكيد احنا دائما خلي نقول ورقة ونسجل كل احتياجاتنا من النواقص. هنا المسواق على العموم تقريبا جبته كل على يورو. هسه تقولوا لي مش عاجب كله على يورو؟ طبعا بصراحة أنا واقفة أتسوق، كانت الأسعار بيورو ونص بيوروين، وعلى لحظة واحدة صاحوا كل شي بيورو. شايفين شي واحد شكد حلو، يعني من أنت تسوقين وتقريبا تكملين مسواقش، بس بعدش ما موزنة وما تشوفين غير واحد يصيح كله على يورو. هاي الحبية اللي سألتوني عليها اللي سويتها هريسة، هاي ECE، شوفوا هاي التركية، هاي النوعية اللي سويتها. وهذا التمن الكالر هم دائما يسألوني عليه، بس بصراحة قاله مو موجود بالعراق، أهم جبته حتى للطبخ. هنا هذا مسواق مفيد، تشوفون الفواكه والمخضر. هنا بطيخ، تقولون شنو هاي جدعوة قد جايبة؟ طبعا هاي قام يصحون الصندوق يمكن بثلاثة يورو، من عدا الأصفر الفوق، وهنا بوتيتا وجبنة بيض، أكيد قلنا نشتري بيض. وهنا الرقيس قام يصحون الرقية الوحدة بثلاثة يورو. ما أقول لكم وزنها شقد، كلش كلش كبيرة، يمكن ما مبينة بال تصوير. البيض الطبق على 3 يورو، قلت لكم بطيخ صح والصندوق 3 يورو، بس من عدد الصبر صفر الفوق. الطماطه، الليمون، الفلفل، على العموم كلهن جبتهن كيلو بيورو، ما عدا بس البوتيتا او البطاطا جبتها من الماركت. الماركت يعني ارخص، لان تقريبا 5 كيلوات بيورون ونص هيك سعرها. فمثل ما تشوفون السله هنا حطتها برا، فقلت لكم لان الجو بعده يعني من يبرد يلا داخل المطبخ. وهسه راح نغسل خضروات، وهم حراوك مشغلات اللي اشتريتها، بعض الشغلات اشتريتها المطبخ. هاي كلش حلوه وكلش مفيده، اشتريتها هنا اكيد راح يسالوني مية، اشتريتها من هوفر، حلوه شوفوا تنفتح، وانا تمنيت انه حجمها بعد يكون اكبر وتقدرون تطبقوها، يعني حتى ما تاخذ مكان عندكم بالكاونتر. تقدرين تغسلين بيها الفواكه، اللحوم، هواي امور تنغسل بيها. فهسه راح نغسل وياكم المخضر، و وراح اقول لكم يعني نسولف يعني شنو هنا، شلون نسوق الاسعار. هنا احنا طماطه طبعا بالسوبر ماركتات على العموم، على العموم يعني عندنا اقل شيء يورو ونص وتصاعدي. هنا تشوفون نوعيتين طماطه ماخذه، هاي نوعيه لونها حمراء، والنوعيه الثانيه شفتوها لونها على وردي. وهنا هم راح اراويكم هذه السلال، اخذتها همين هم من هوفر، شوفوا طبعا كلش حلوه، حجم كبير وحجم صغير. خذتها حتى اخلي بها مسواق بالثلاجه، فهم حبيت نراوكم اياها، اراكم بعض الشغلات اللي اشتريتها من المطبخ. ان شاء الله كل فتره انزلكم شيء بسيط. ومن جوا هذه نوعيتها مطاطيه، يعني مو بلاستيك، هذا شوفوا مطاطيه تصير. فاخذت هذه الحجمين، قلت حلوه يعني هم مو كلش عاليه، ويعني بتحطيها بالثلاجه كلها شكل واحد احلى. فأكيد هسه ايش راح نسوي؟ راح نخلي بكعب كل وحده، راح نخلي ورق هذا الكنينس مال المطبخ حتى من نغسل المخضر. اكيد احنا جوا مصفي، بس حتى يمص المي تماما من الخضار حتى لا يصير بها مي، لان اذا يضل مي بكعبها وتوصلون الخضار راح يعني المخضر يخرب عندنا بسرعه. فنحط كنينس جوا. وهسه راح نغسل وياكم. هسه تقولون معلاوي شو هواي ماخذ طماطه؟ انها طماطه طعم صراحه كلش كلش حبوها. تدرون احنا العوائل العراقيه ماكو واحد ما يحب البيض وطماطه، في حب بيض وطماطه، اي شيء يحبون وياه طماطه. فالطماطه بعدين ما عليها شيء، والسوق يعني انا مو دائما مثلا بالسوق، فاخذت كميه وما صح بيورو بصراحه، بعد اخذت اكثر، يعني كنت موزنه ومكمله، يعني تقريبا ماخذ علاقه وما صح يورو، اخذت بعد علاقه ثانيه، لأن سعرها كل زين. راح تقولوا لي اليورو ايش قد بالعراقي؟ دائما اقول لكم
تقريبا 1650 إلى 1700، كل يورو يعادل من 1600 إلى 1700 عراقي، هذا اليورو مالتنا. فأنتم دائما أقول لكم يورو أو يوروين دائما ضربوها، يعني حسب كل يورو هيك مبلغه وعرفوا جد. فهنا الطماطة يعني عندنا احنا أقل شي بالسوبر ماركتات بيورو ونص، يعني تطلع تقريبا نقول ب 2000 وربع عراقي. طماطة عندنا كل غالي. على العموم هم الخضار عندهم أو المخضر غالي، هاد تقولون هي يعني خضار بس ما عندهم زراعة، لأن عندهم برد كلش هواي، شتاهم كلش طويل، فلهذا ما عندهم زراعة. فهذه يعني هذا عندهم خضار المخضر، بالأخص الأوراق الخضراء مثل السبيناق الخضرة كلش عندهم غالية. فشفتوا الطماطة لونها لون حمراء ولون وردي، وراح نغسلها كلها. طبعا هنا الفيديو شوي سرعته فحتى يكون عليكم طويل. وهنا الفلفل جبت نوعيتين احمر واخضر، احنا هذا الاحمر كلش طعمه كلش طيب ونحبه، طبعا ما يؤذي المعده في الاخضر، وطعمه هو اصلا يعني هم طيب، فاحنا كلش نحبه بال يعني ويا الاكل. وهذا الاخضر هم ويا الاكل ويا المعكرونه ويا مثلا سويت لحم بعجين، يعني هواي يفيدنا. فقلت لكم هم شفت على يورو هم جبت يعني كميه، لان احنا مو يوميا السوق احنا رايحين له ولا هو قريب، عم نشوف الاسعار شويه مناسبه وزينه بصراحه اجيب اكثر. وما على شيء الجو احنا يعني زين عندنا هسه مو كلش حار، وبعدين هو حاطه احنا من البراد او الثلاجه، فما على شيء. هسه تقولون ليش عجب صحة وسعر يورو؟ احنا هنا السوق مالتنا شويه اسولف لكم عليه. سوقنا احنا هو يومية، بس يوم السبت يكون الاسعار شوية غير شكل تختلف. هم ساعة 5 لازم يعزلون، 5 دقيقة ممنوع يبيعون اذا باعوا غرامة. فدائما من ساعة 4 يبدون ينزلون الاسعار، 4-4:30 ينزلون الاسعار حتى يبيعون كميات كلش كبيرة، لان ثاني يوم هم الاحد ما يفتحون. فلهذا قلت لكم يعني والله كم ان شاء الله ما اخذ اني، وبعدني ما مزنان، يعني كان مسوق كل زين هذا اخذ من عنده، فبعدني ما مزنان قام يصيح كل على يورو، فاني هم ما صدقت. من فواكه من خضار من كل شيء اخذت كميه، لان يورو كل زين، حتى هذا الخوخ يعني على العموم اني هسه جايبتهم كلهن على يورو. فاحنا يعني بالخمسه اخر حد يعني يطلعون عليهم يفترون، يقولهم بعدها هي ما تبيعون، اللي يبيع يعني غرامة ورا الخمس. هذا نظامهم هم، يعني ما أعرف ليش نظامهم يوم السبت الساعة 5، لأن وراها يبدون هم ينظفون أكيد المكان، ثاني يوم الأحد ما حد ما يفتح، فلهذا الأسعار تنزل. فهذه هم إن شاء الله نصيحة للي موجود هنا واللي يكون قريب عليه السوق، دائما يعني خلي تكون راحتكم مرة الساعة 3:30 بالأربعة، لأن الأسعار كلها تنزل نزلة كلش قوية، لأن تخلصون من المسواق مالتهم أكيد ثاني يوم معزلين ولفنين أكيد راح يخرب، فلهذا يبيعوا بأسعار يعني نص القيمة ومرات حتى أقل. فلهذا قلت لكم يعني أنا سوقت كمية كلش هواي بصراحة، يعني مثلا هذا الخوخ كان بيورو، وين صحة بيورو، الرقي الكيل مثلا بيورو، قام يصحون الرقية الوحدة بثلاثة يورو، الرقية وزنها في 8 كيلوات و10 كيلوات يعني كلش كبيرة. البطيخ نفس الحالة قلت لكم قام يصحون كرتونة بثلاثة يورو، يعني بيها 6 أو 7 بطيخات، يعني شقد فرق. وهنا هذا العنب الأسود الأبيض قام يصحون يعني هذا تشيز حتى مو وزن بيورو. وطبعا هنا العنب الأسود أنا من جبته ذكرت اخوي الله يرحمه برحمته الواسعة، كان كلش حب العنب الاسود، ف يعني بصراحة اول ما شفته تذكرته، لان بس احنا يحب العنب الاسود عنبنا احنا هذا اللي يكون مدعبل عراقي كلش يحبه، فالله يرحمه جته رحمه بهذا اليوم، الله يرحمه برحمته الواسعة، واكيد احنا بكل وقت مناسي وكل وقت نترحم له. فقلت لكم شوفوا يعني بصراحة اسعار حلوه، راح تقولوا لي انت من يا سوق تسوقين، انا سوق من حي 20، حي 20 كلش حلو. هذا اليوم هنا بعد ما صفطناهم في الليل، هذا اليوم بصراحه ما جبت لحوم لان كنت ما محتاجه لحوم، بس خضار وفواكه، واكيد بعد تصفيط وبعد المسواق ورا التعب شنو لازم نتغدى، وهو غدا هو عشاء. وتعال شوفوا بيتي زهوره شو مسويت لنا، مسويت لنا دليميه بس حمراء، دليميه حمراء بس اكيد عاشت ايدها على التعب، يعني ورا التعب ورا المسواق اكيد، و
تشوفون هيك وجبة أكل يعني يا سلام عاشت إيده. فهاي هم الدليمية، نفس الدليمية اللي أنا مسويتها منزلتها بالقناة، بس هي سوتها حمرة، خلت لها بس طماطة. وهذا هم كان غدانا، هم حبيت أنزلكم إياه وعطيتكم فكرة عن السوق وعن الأسعار وش وقت يعني تكون تخفيضات عندنا. فحبايبي أتمنى اليوم الفيديو ينال إعجابكم، وأتمنى إن شاء الله ما نسيتوني إلا باللايك ولا بتعليقاتكم الحلوة. وأكيد لهنا وشنو راح نقولكم مع ألف سلامة للجميع، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.